في وقت معلوم وقبل شروق الشمس، كنا على الموعد في قرية شحت المطلة على طريق وادي الضباب جنوب مدينة تعز. اقتضت الضرورة أن نكون في مثل هذا التوقيت بذات القرية، حيث يبدأ فيه الرعاة بحلب مواشيهم التي أغلبها من الماعز لتحضير الجبن البلدي الذي تعتبر تعز موطناً لصناعته. أولاً لازم أنك حينما أنت تنوي على الجبن هذا لازم أن يكون عندك قطيع من الأغنام 100 راس 120 راس 80، وبنفس الوقت لو في أبقار عادي أحسن قبل هو اللي تحلبه الساعة 12 بالليل. فمعانا إحنا بالليل دفعة والصبح تبكر برضو تحلب تعمل الدفعة الثانية. تحضير جبنة واحدة يستغرق كمية من الحليب تقدر ب2 لتر، ومع ذلك تمر الجبنة بعملية إنتاج معقدة نسبياً، ووصولاً إلى المنتج النهائي تأخذ إجراءات التحضير من 10 ساعات إلى 3 أيام في أعلى تقدير. تغطوه حوالي 20 دقيقة أو نصف ساعة بعد ما تضيف له مادة المنفعين. بعدين تبدأ تفتح تشاهده، تشاهد إنه بديت عملية التقبل، إنه الحبة القب تظهر زي العدسة، يعني يكون الماء مطفف من فوق. تطرحها لمدة 6 ساعات تبدأ تلاحظها، وانت بملاحظة مستمرة تلاحظ الحبة القب هل هي تتقوى، هل ما زالت يعني بالمرحلة الأولى أم بديت تتقوى قليل. إذا لي 6 ساعات 7 ساعات وانت تشوف إن بديت تتقوى تضيف لي قليل ملح، وإلا تخليه 10 ساعات. يعتمد الرعاة في مناطق تعز الطرق التقليدية في عملية إنتاج أقراص الجبن البلدي، لذا فإن عملية التجبين لا بد وأن تقوم في الأساس على إضافة مادة المنفحين إلى اللبن، وهذه المادة تستخرج من أحشاء صغار الماعز الذين لا تتجاوز أعمارهم 20 يوماً. القدي البازي أو العقل البازي يجي داخله كيس جاهز من السوق، هو المعدة، بعدين يتطور مع الأيام المعدة. بس لما تجي تشوفه داخل القادي تذبح تجي تشوفه يعني ما شاء الله زي تقدر تقول شفت هذيك القربة الماء الصغير، شفت القربة نفسي زي القربة، يعني جاهز أبيض بيضة ما في بشعه لا مرعى ولا وسخان. هذه كلمه الانفحات من معده الماعز، ياخذ الصغير يعمل عمليه تجفيف، بعدين ياخذ حاجه بسيطه جدا يعني بالجرام للحبه القرب. الكبي او التبخير هي واحده من خطوات لا بد للرعوي ان ياتي بها في اطار عمليه انتاج الجبن البلدي، وهي عباره عن وضع القرص بعد الانتهاء من تجفيفه على النار الذي لا بد وان يحرق بانواع معينه من الشجر الموجوده في البيئه. التبخير هذا يعطي لي نكهه، يعطي لي الجبن نكهه، وفي اشجار خاصه عندنا يسمونه المضيض، هذا لما يعمل المفعل الوقيد هذا تراح المضيض فوق وبعدين تراح الجبن فوق يعطي لك نكهه ممتازه. التبخير اولا يساعد انه يطول بعمر الحبه القرب، ما يخليش تخرب سريع، يحافظ على طبيعته ذيكي. ثانيا يطلع طعمه، بدل ما تكون طعمه يعني كذا مالش قرحه، يخلي لي قرحه بنفس الوقت يخلي الحبه القرب شم. يتفوق الجبن البلدي الذي ينتج في تعز عن الأجبان المستوردة والمصنعة خارجياً بنكهته التي تختلف كلياً، ولعل تحضير هذا النوع من الأجبان بالطريقة التقليدية المتواردة هي من يقف وراء هذا التمييز. بالنسبة لي والله إن أنا توارثتي عن أبي ووالدتي وأجدادي، قد الحين يعني أبا عن قد
وبنفس الوقت انا بحثت برضو، دخلت بالانترنت وجلست ابحث اشوف الاقمان السويديه والسوريه والتركيه، لاحظت انه في شبه كبير يعني ما بين الطريقه وما بين اللبن، وما فيش اي فرق ثاني. يتعارف أبناء تعز على صنوف متعددة من الأجبان التي تصنع في محافظاتهم، إذا فإن كل نوع من الأجبان يأخذ تسميته من اسم المنطقة التي تعمل في صناعته. فهناك مثلاً الجبن العوشقي الذي يعتمد على حليب الإبل، وحجم القرص فيه يكون كبيراً وأقوى تماسكاً، فيما هناك أنواع أخرى مثل الضبابي الذي يستخدم في تحضيره لبن الماعز، ويتميز بأن أقراصه رطبة، وأيضاً العوب الذي هو أقرب في الشكل إلى المنتج الصناعي، وتكون درجة التجبن فيه نسبية. الأقود نوع قدو العوب حقنا حق الضباب، والعوشقي برضو ممتاز، والعرفي، ومعك المالح، ومعك حق البرقة البرح، هذا هو الأنواع. لكن العوشقي يقفف النوع، عمل التكثيف ويأخذونه من الإبل، لكن بالنسبة لهذا القمح من الأغنام، إذا كان حق الأبقار حق الكساب يطلع منخرر كذا، مش ما هلش الجودة، جودة القلاك الماعز. تنتشر محلات الجبن البلدي في الطرقات الرئيسية القريبة من مناطق الإنتاج وفي أسواق المدن الرئيسية بتعز، ويحظى المنتج بإقبال كبير على المستوى الداخلي، حيث يتم تسويقه إلى محافظات يمنية أخرى، ويعتد به الكثير من أبناء هذه المحافظة، إذ يرسلونه كهدايا بنكهة تعزية إلى اليمنيين في مناطق الاغتراب بدول عربية وأجنبية. يتصلوا بي مثلا من عدن، من صنعاء، من هذا، وارسل لهم او يقزعوا ناس يشتروا لهم وراحوا لهناك، ولا للسعوديه برضه في طبالات يقزعوا يشيلوا مني ويبيعوا هناك معهم تراميس، طبالات مليان يقزعوا للسعوديه، لا جده، لا الرياض، لا المطحه، لا كل مكان، في ناس يشيلوا، لا دخلت مصر، لا دخلت امريكا. تفتقد مثل هذه الصناعه الى تشجيع واهتمام الدوله، ويقول العاملون في هذا العمل أنهم يحتاجون إلى معامل خاصة ومصانع للتبريد والتغليف، وبما يجعل من تصدير الجبن المحلي ممكناً كغيره من الأجبان الخارجية.